مرحبا، بهذا الفيديو حبيت اني انا احكي عن النيتورك ماركتينج، التسويق الشبكي. هذا المجال اللي لي فيه الحمد لله رب العالمين سنوات، وتعرفوا اي مجال بالدنيا لما شخص بيكون له سنوات فيه فهذا الشيء يعني انه هو عنده خبرة فيه، هذا شيء طبيعي يعني هو لا مباهة. نحن شو ما اشتغلنا سنوات اكيد حنمتلك خبرة، فلذلك انا اشعر انه يحق لي اني اخول نفسي احكي عن هذا البزنس وعرف الناس عن هذا البزنس لحتى توصلهم بإذن الله الفكرة الصحيحة عن هذا المجال. بداية خليني لكم أنه الناس تنقسم لأنواع. اليوم في أشخاص بنلاقيهم بطبعهم ما بيسألوا، يعني ما بيستفسروا. في أشخاص بيسألوا لكن بيسألوا بشكل عشوائي وبيسألوا الأشخاص الخطأ فبتجيهم إجابات خطأ. في أشخاص بيسألوا الأشخاص الصح، ودائما لما نحكي عن السؤال الصحيح للشخص الصحيح فأكيد الشخص الصحيح هو الشخص اللي عنده تجربة طويلة وعنده خبرة، هو الشخص اللي بيساعدك ليعطيك الإجابة الصحيحة. فإذا بدنا نصنف في هالثلاث أنواع من الناس منلاقي إنه النوع الأول الصحيح هو الأشخاص اللي بيسألوا الأشخاص الصح لأنه بتجيهم إجابات صحيحة. بيجي بالتسلسل بعدين الأشخاص اللي ما بيسألوا. ليش الأشخاص اللي ما بيسألوا أحسن من اللي بيسألوا الأشخاص الغلط؟ لأنه لما ما بتسأل أنت بتكتشف في نفسك، يعني من تجربتك بتقدر أنك أنت تكتشف. والأشخاص اللي بيسألوا خطأ هن اللي بيجوا بالمرتبة الثالثة، لأنه هن أشخاص تجيهم إجابات خطأ، وهذا الشيء بيؤدي لأنه هن يتوقفوا أو ما يكملوا بالمجال. فلذلك اليوم إن شاء الله هذا الفيديو هدفه أنه يساعد الأشخاص اللي بدهم يسألوا الشخص الصح. أنا لي سنوات بهذا البزنس، يمكن في ناس لها سنوات أكثر، بس الله جمعك فيني ويلا كله خير إن شاء الله. إن شاء الله الفائدة توصلك والشكل الصحيح وتأخذ المعلومة الصحيحة. بداية خليني أقول لك أنه التسويق الشبكي أو البيع المباشر أو النيتورك ماركتينج، دايركت سيلينج، مالتي ليفل ماركتينج، التسويق متعدد الطبقات، هاي كلها أسماء تندرج تحت إطار التسويق الشبكي، تمام؟ في اسم يتم ربطه بالتسويق الشبكي لكن هو اسم خاطئ. التسويق الشبكي لا ينتمي لهذا الاسم واللي هو الهرمي. في كتير أشخاص على النت أنتوا بتلاحظوا أنه كاتبين التسويق الشبكي الهرمي، وهذا يدل عن عدم فهم هذا البزنس. يعني مثل واحد طالع يحكي بشيء هو ما بيفهم فيه فطبيعي يطلع معه الأخطاء. فأنا ببساطة كونه ما عندي خبرة بمجال السيارات أو مثلا العقارات أو مثلا مجال كرة القدم، أنا ما بطلع بحلل مباريات، لأنه إذا حللت أو حكيت عن شيء أنا ما بفهم فيه يعني أول شغلة غلط، وصل معلومة غلط للناس أنا ماني متأكد منها، وتاني شيء يعني حصير مضحكة. فالفكرة أنه الآن بدي أوضح شو هو التسويق الشبكي وبعدين أحكي شو هو الهرمي. التسويق الشبكي هو عبارة عن بيع منتجات، يعني هو شركة عندها بضائع بدها تبيعها، تمام؟ لكن مجال النيتورك ماركتينج أو التسويق الشبكي اتخذ أسلوب اللي هو أنه يخلي الزبون نفسه هو المسوق. يعني بالتسويق التقليدي نحن بنعرف أنه الشركات بتعمل إعلانات بالتلفزيون بالراديو بالطريق بالمجلات، بيجيبوا أشخاص مشاهير يحكوا عن منتجاتهم لحتى يقنعوا الناس أنه هذا المنتج منيح، وبينصرف ملايين الدولارات ومبالغ ضخمة على هاي القصة، وبالنهاية المستهلك هو اللي بيدفع هالمصاريف هاي كلياتها. لكن التسويق الشبكي اتخذ سياق آخر اللي هو إلغاء الدعايات وإلغاء الوكلاء وإلغاء هالمصاريف كلها، والتركيز على المستهلك نفسه، بحيث أنه نحن نعطي المنتج للمستهلك وبنفس الوقت نمنح المستهلك نفسه فرصة على أنه هو يكون مسوق لنا، ولما يسوق لنا حيحصل عمولة. هذا الشيء ممكن في أشخاص تقول أنا ما بحب التسويق، أنا ما بشتغل مسوق. لا، فعليا بالحقيقة نحن عم نسوق لكل شركات العالم بشكل يومي، من مسحوق الغسيل للشاشة للريسيفر للمكيف للميكروويف للغاز لفرن الغاز لللابتوب، نحن يوميا نسوق للشركات. كيف نسوق نحن للشركات؟ بكل بساطة
لما نحب شيء ونلاقي جيد راح نروح نحكي لأقربائنا عنه، وأقربائنا حيكونوا بيوثقوا بكلامنا ويشتروا بسببنا. ففعلياً نحن عملنا تسويق لكن مجاني، ما حصلنا نتيجة. ليش؟ لأنه المصاريف الإعلانية رايحة للدعايات وللوكلاء، بينما بالتسويق الشبكي أنت حصلت منتج استخدمته، أنت حصلت خطة أرباح مفيدة، فبإمكانك أنت تحكي إما عن المنتج اللي استفدت منه أو تحكي عن خطة الأرباح اللي مع هذا المنتج في حال الشخص اشتراه. تمام؟ فهذا هو التسويق الشبكي، هو عبارة عن بيع منتجات للمستهلكين وتخويل المستهلكين بأنه يقدروا يسوقوا لهي المنتجات. وهون بالمقابل الأشخاص اللي بيشتروا من الشركة أمامهم خيارين، إما يشتروا المنتج ويروحوا يستخدموه بس، أو يشتروا المنتج ويتعلموا كيف يسوقوا عنه. فهون لازم يحضروا تدريبات ويتعلموا من فريق العمل لحتى يقدروا يحكوا عن شيء بيعرفوه، وما يروحوا يحكوا بشكل عشوائي. تمام؟ وهون يندرج الموضوع تحت إطار المكافأة. يعني بكل بساطة، إذا فعلت كذا أنا أعطيك مكافأة، إذا لم تفعل كذا أنا لن أعطيك مكافأة. فشركات تسويق الشبكي اللي بتعمله إنه هي بتعطي مكافأة للأشخاص اللي بيسوقوا لها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. أي مبيع بيصير عن طريقك أنت أو عن طريق مستهلك اشترى عن طريقك، أنت راح تحصل عمولات مكافآت. تمام؟ إذا هذا هو التسويق الشبكي. منجي الآن للهرمي. شو يعني هرمي؟ ليش عم يقولوا التسويق الشبكي الهرمي؟ هن لا، ما لهم علاقة ببعض. كلنا بنعرف شيء اسمه انه فلان يتعدى على المهنة. يعني شخص بتلاقي بحياته مشاغل بالمطاعم ولا بيعرف شيء بالمطاعم، فجأة صار بده يطبخ وبده يعمل مطعم. اكيد هذا الشيء ما بيمشي الحال، بدك تجيب خبراء اشخاص شاغلين بهذا المجال لحتى مطعمك يمشي بالشكل الصحيح. اما انت بحياتك مو طابخ طبخه تجي بدك تطعمي الناس، حيموتوا الناس، حياخذوهم اسعاف على المشفى. تمام؟ فلذلك هون نحن لازم نركز على نقطه كثير مهمه، واللي هي شو؟ واللي هي انه التسويق الهرمي هو عباره عن تعدي على التسويق الشبكي. أعطيكم مثال. أنا اليوم التقيت بشخص وشرحت له البزنس بلان للتسويق الشبكي، قلت له شركتنا كذا، منتجاتها كذا، إذا أنت اشتريت من هاي المنتجات حتستفيد من المنتجات كذا وكذا، وإذا سوقت لهي المنتجات حنعطيك عمولات كذا وكذا. هذا الشخص ذكي. شو قال؟ قال روعة، حلو كتير، لكن أنا ما حاشتري منكم ولا رح سوق لكم، انا رح اعمل هذا الشيء انا. تمام؟ فبيروح بيعمل نفس هذا المبدا لكن من دون منتجات، وبيصير بيلم من الناس فلوس وبيوزع على الناس فلوس لكن بدون منتج. هذا بسموه الهرمي. يعني شخص بيجيب 4-5 الى اخره، 4-5 بيجيبوا 8، لكن بالنهايه هي مجرد اموال عم تتجمع وينعطى اقسام من الاموال للأفراد اللي انتموا لهالهرم هذا. لكن فعليا هذا الشيء أول شغلة محرم، هو شيء حرام، لأنه ما في شيء أنت عم تبيعه بالمقابل لتحصل عليه نسبة أرباح. هي أول نقطة. نقطة رقم اثنين، هذا الشيء ممنوع دوليا، لأنه هذا تجميع أموال ناس، ما في شيء بالمقابل. بينما التسويق الشبكي أنت اشتريت منتج أخذته لاستخدامك الشخصي، سوقت للشركة من منتجاتها بتعطيك عمولات على المبيعات اللي انت قمت فيها. ما سوقت للشركة ما بتعطيك مبيعات، ففي مقابل للمبلغ في منتجات عم تنباع، وفي مبالغ عم تندفع مقابل المنتجات للشركة، وفي نسبة أرباح توزع بناء على بيع المنتجات. تمام؟ فهون نحن قدرنا نفهم شو الفرق بين التسويق الشبكي والهرمي. بكل بساطة، بكل بساطة، لا تعقد نفسك، لا تدوخ حالك. يوجد منتج معناها هذا تسويق، معناها بيع. لا يوجد منتج معناها هذا هرمي. تمام؟ هذا شيء مو شرعي. اوكي، طيب كيف انا الان بدي اضمن الشركة هل هي تعمل تسويق شبكي ولا هي لا؟
حدا عم يعتدي على المهنة، عم يتعدى على المهنة، وقرر انه يعمل هالسيستم نفسه لكن بدون منتجات. بكل بساطة في منظمة عالمية دولية اسمها الدايركت سيلينج، منظمة البيع المباشر، بإمكانك تدخل على مواقعها، في إلها عدة مواقع حول العالم، وتشوف الشركة اللي أنت اندعيت عليها هل اسمها موجود ضمن هاي المنظمة بموقعها على إنها شركة رسمية وقانونية. إذا كانت موجودة معناها تمام، إذا ما كانت موجودة معناها بدك تتأكد أكثر، لأنه ممكن تكون هرمي مو شبكي. ليش؟ لأن منظمة البيع المباشر تم إنشائها لحتى تحارب شركات التسويق الهرمي اللي بتتعدى على التسويق الشبكي، بحيث أنا اليوم صاحب شركة تسويق شبكي، بدي أفتح شركة تسويق شبكي، بقدم لمنظمات البيع المباشر، بحكي لهم شركتنا فيها كذا وكذا وكذا، وهن بيطلعوا على المواصفات، وفي حال وجدوا انه انا شركتي مطابقة للمواصفات القانونية والشرعية يسمحوا لي باني افتح الشركة، وبيضموا اسمي لموقعهم وبيعلنوه. لكن في حال انا في عندي شروط ناقصة بيقولوا لي روح عدلها وتعال، تمام؟ بردوا بيرجعوا بيشوفوا كمان في شيء ناقص، روح عدلها وتعال، لحد ما يلاقوا الشركة كملت، اوكي انت نظامي. لكن برأيكم الشركات اللي بدها تحتال او تنصب، او الاشخاص الغشمة اللي ما بيعرفوا، اللي هن بس بدهم يتعدوا على المهنة، هن بيعرفوا منظمة بيع مباشر؟ او هن بهمهم انه هن يكونوا قانونيين؟ لا. فلذلك بيقدموا على الموضوع بدون دراسة، بدون خبرة، بدون معرفة، بدون حلال، بدون حرام، وبيبدأوا بالموضوع، وهذا الشيء يشوه سمعة التسويق الشبكي. فلذلك صار في شيء اسمه منظمة البيع المباشر، لحتى أنت تقدر تطمن عن نفسك لما تنتسب لهذا المجال. فإذا الآن كتعريف للتسويق الشبكي صار واضح. بنيجي الآن لنقطة كتير مهمة، اللي هي انه نحن في كتير منا اشخاص اندعوا لهذا البزنس، وانا واحد منكم تمت دعوتي على هذا البزنس عن طريق صديقي. ممكن صديقك، ممكن اخوك، ممكن ابن عمك، جارك يدعيك لهذا البزنس ويحكي لك مرحبا كيفك، انا عندي فرصة، او يشوفك يقول لك حنغير حياتنا سوا. فبتطلع هيك انت بتستغرب شو حنغير حياتنا سوا. اوكي، وين المشكلة؟ هل من المعيب انه نحن نغير حياتنا سوا؟ هل من المعيب انه نحن ممكن نكون مليونيرات؟ اكيد لا، هذا حق شرعي، بالعكس رب العالمين كريم، وهي الحياة فيها كل شيء، نحن فينا ناخذ من اي شيء بدنا اياه لما نكون جديين. فالفكرة انه لما انت تندعى لهذا البزنس بطريقة انه تعال نغير حياتنا او تعال نصير مليونيرية، نعم هذا الشيء وارد، وهذا الشيء وارد مو بس بالنيتورك ماركتينج، في ناس صاروا مليونيرية، يعني انتو اكبر قدر، عن طريق بيع الاحذية، في ناس صاروا مليونيرية عن طريق بيع مشاط الشعر، في ناس صاروا مليونيرية ببيع الطاولات والكراسي، عادي يعني مو شيء غريب، تمام؟ لكن شو الفكرة؟ الفكرة من هذا الكلام ومن جرأة الشخص اللي عم يدعيك ويحكي لك انه تعال نغير حياتنا او تعال نصير مليونيرية مثلا، لانه بكل بساطة انك تغير حياتك وتكون مليونير هذا الشيء وارد بكل مجالات العالم، لكن في اسس وشروط وتفاصيل هي اللي بتعيق، او هي اللي بتخلي العملية صعبة، بدها جهد وبدها صرف وبدها تضحية بالمال وبالالتزام. فاليوم لو قررت انا اني انا اكون مليونير بكل بساطة، ماذا يتطلب الموضوع؟ يتطلب واحدة من تنتين، اما انا بدي اكون شخص عبقري جدا ومخترع، اخترع شيء عظيم مثلا مثل اديسون لما اخترع المصباح، ولا مثل مثلا مارك لما اخترع فيسبوك، بتكون مخترع عظيم، ممكن انك انت تعمل ثروة عن طريق اختراع. وبظن انا شخص عادي واغلب الناس عاديين مو مخترعين يعني، ففي طريقة تانية لحتى تبني ثروة. كيف؟ بكل بساطة على مر العصور، وإذا بتقرأ كل كتب الناس الناجحين والأثرياء ورجال الأعمال وسيدات الأعمال وخبراء الاقتصاد، راح تشوف إنه الثروات تبنى عن طريق الشبكات. شو يعني عن طريق الشبكات؟ يعني بكل بساطة أنت بتعرف
جارك تبع السوبر ماركت اللي له 30 سنة بيفتح المحل وبيسكره وبيشتغل لحاله، للآن يا دوبه اشترى بيت بالتقسيط، سيارة بالتقسيط، يا دوبه عايش على قده. لكن فلان الفلاني اللي شغل معه 4 بالمحل وبعدين فتح فرع تاني وشغل معه 8 وبعدين فتح فرع رابع وشغل معه 15 وبعدين 20 وبعدين 50، صار عنده شبكة من الأشخاص اللي بيعملوا لصالحه. فمن الطبيعي انه هو صار خلال 24 ساعة يقبض عن شهرين. بس جارك بالسوبر ماركت لساته بيشتغل بنفسه، عم يشتغل كل يوم 15 ساعة، ودخل 15 ساعة يا دوب يكفي الأكل والشرب، تمام؟ فأنت فيك تبني شبكة بكل مجالات العالم، وفيك تبني شبكة بالنيتورك ماركتينج. بناء الشبكة بالنيتورك ماركتينج حيكون أبسط، رأس ماله مرة واحدة، أدواته بسيطة، في عندك مين يعلمك ويدربك كيف تنجح بهذا البزنس، ما في ضرائب، ما في فواتير، إذا ما ربحت ما بتخسر. بينما بالبزنس التقليدي بدك تدفع ضرائب، بدك توظف ناس، بدك تدفع بشكل مستمر، بشكل مستمر، ورأس مال العمل كبير جدا. بينما بالنيتورك ماركتينج بإمكانك أنك تبدأ برأس مال بسيط لمرة واحدة، تمام؟ هاي لمحة سريعة أنا حبيت أعطيها اليوم عن المجال تبعنا، وبإذن الله أيمتى ما صح لي في شرح عن البزنس تبعنا أكثر بالمرات القادمة بشرح. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تكتبوا لي بالتعليقات، وبالفيديوهات القادمة إن شاء الله بشرح عنها. يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله.